هنا من عاصمة الميادين مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، وهنالك من تعلن حضورها وانطلاقها. وصايف للسيد تعيب بن محمد بن مصبح الشامسي يأتينا على الانطلاق الأول. ننتقل مباشرة إلى ثاني التحديات ومع مزنه مع الزفين أحمد بن محمد الزفين المهيري، وصل على ثاني التحديات لينطلق في هذه اللحظات أحمد بن سيف الزفين المهيري مع انطلاق هذا الاسم المميز. المركز الثالث، المركز الثالث نتابع هنا الوصول والانطلاق. وصلت الآن الشاهنية جابر بن سلطان بن راشد الخيلي وصل على المركز الثالث، بينما التسللات هنا والانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام من تعلن حضورها وتتواجد جليلة حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري، وصل وانتزع المركز الثالث. المركز الرابع تقدمت الظبي عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري، وصل على رابع التحديات، بينما المركز الخامس خامس التحديات هذه راهية طالب بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري يتواجد على المركز الخامس. هذه الخمسة الأسماء الأولى، نتواصل مع حضراتكم على المركز السادس، وهنالك الشاهنية جابر بن سلطان بن راشد الخيلي يتواجد على المركز السادس، بينما المركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام من تتواجد في هذه اللحظات وتنطلق على المركز السابع تتواجد هنا الشاهنية محمد بن راشد بن محمد المنصوري. المركز السابع وصلت الآن وانطلقت في هذه اللحظات هملولة عيسى بن علي بن محمد الشالولي يتقدم الآن على المركز الثامن. المركز التاسع وصلت بشارة عوض بن أحمد بن محمد بالكيله العامري يتقدم الآن. المركز التاسع وصل شعار البرنس يتقدم الآن مع شقرة راجح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. والمركز العاشر هنالك من الجانب الأيمن مع الفائزة عبد الله بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي وصل على المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة الأسماء والعشرة المراكز الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى التحديات، إلى القيادة، إلى الريادة، وإلى الأسماء التي بدأت تنطلق وتغير على مقدمة الشوط. يا سلام من استلمت زمام المركز الأول، جليلة جليلة حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري أحد ضيوفنا الأعزاء القادمين من دولة قطر، القادمين ميدان الشحانية من أجل هذه المشاركة المميزة. بن جهويل على المركز الأول. المركز الثاني شعار البرنس يتواجد على ثاني التحديات، يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام مع راهية طالب بن محمد بن طالب بن عقيل النابث، أيضا أحد ضيوفنا الأعزاء القادمين من ميدان الشحانية. هنا سيطرة الشحانية على المركز الأول والمركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام من تتواجد هنا وتكمل المسار وتكمل التحديات. يا سلام وصلت الظبي عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري يتقدم الان بن بريك على ثالث التحديات. ايضا من ميدان الشحانية ثلاثة اسماء ثلاثة شعارات وضيوفنا الاعزاء مع ثلاثة المراكز الاولى. المركز الرابع رابع التحديات، المركز الرابع وصل شعار علي بن سعيد المري يتقدم الان على المركز الرابع. والمركز الخامس هنالك من تعلن حضورها وتواجدها مشاهدينا متابعينا الكرام، شعار بن عقيل يتقدم مع شقره راجح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري. يا سلام على هذه التحديات وهذا الانطلاق، خمسه اسماء مميزه، خمسه شعارات، يا ترى لمن السياره؟ يا ترى لمن الفوز والانتصار؟ المقدمه هنالك غير البرنس الى مقدمة الشوط، انطلق على المركز الاول مع انطلاق راهية. يا سلام راهية على المركز الاول، راهية على مقدمة الشوط. طالب بن محمد بن طالب بن عقيل النابت من انتزع بساط المركز الاول. البرنس على مقدمة الشوط ينطلق مع هذه التحديات الجميلة وناموس عاصمة الميادين. غير يا البرنس على المركز الاول. ننتقل مباشرة الى ثاني التحديات مع الظبي عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري يتواجد هنا على المركز الثاني. المركز الثالث تقدمت الان، انطلقت الان جليلة حمد بن محمد
بن سالم بن جهويل المري على المركز الثالث. المركز الرابع شقرة لسيد راجح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت الشالولي وصل الآن. انطلق على المركز الخامس أحد ضيوفنا من السلطنة من سلطنة عمان يتقدم الآن مع انطلاق هملولة عيسى بن علي بن محمد الشالولي يتواجد هنا على المركز الرابع يتسلل إلى ثالث التحديات. ولكن القيادة مع البرنس القيادة هنالك مع راهية. انطلقت راهية باحثة عن الفوز باحثة عن الانتصار. من يقدم راهية؟ طالب بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. يا سلام يا سلام يا بن عقيل كيلو ونصف الكيلو عن الناموس عن خط النهاية عن المنصة الرئيسية. ومن يتربع على عرش الصدارة من خلال انطلاق راهية المركز الثاني وصلت الآن. انطلقت الآن الشاهنية محمد بن راشد بن محمد المنصوري مرحبا بك المنصوري على ثاني المراكز قادم بهذا التحدي الجميل والمميز وبدأ يشكل الخطر على مقدمة الشوط. الشالولي ثالثا هنا مع انطلاق هملولة عيسى بن علي بن محمد الشالولي المركز الثالث. المركز الرابع الضبي تنطلق الآن عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري على المركز الرابع. والمركز الخامس هنالك مزاحة حمد بن عبيد بن حمد لحيمر المري يتواجد على المركز الخامس. نعود إلى مقدمة الشوط. الله الله الكيلو الأخير الكيلو الخطير كيلو التحديات المنصوري الشالولي بن عقيل ثلاثية مميزة ثلاثية والأروع. التحديات هنا قمة التحديات قمة الانطلاق. القيادة مع المنصوري الانطلاق مع الشاهنية محمد بن راشد بن محمد المنصوري. ولكن الشالولي هملولة يا هملولة هملولة مع الشالولي. انطلق الآن انطلق من السلطنة عيسى بن علي بن محمد الشالولي ولكن المنصوري. يا سلام يا سلام الشاهنية الشاهنية انطلقت الآن وتحمل مادة الزعفران على مقدمة الشوط. انطلقت الآن الشاهنية الشاهنية محمد بن راشد بن محمد المنصوري. وثالثا شعار بن عقيل مع راهية طالب بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. يا سلام يا سلام هملولة والشاهنية الشاهنية وهملولة وراهية قادمة وراهية قادمة. ولكن هنا هملولة مع الشالولي الشالولي مع هملولة. يا سلام الناموس في الانتظار. السيارة لمن؟ الشالولي قادم المنصوري قادم بن عقيل قادم. التحديات جولة التحديات جولة الأوامر. الله الله من وصلت الآن من وصلت الآن؟ ملوح عبيد بن صغير بن إرادة الكتبي أول نداء لهذا الشعار وصل على المركز الرابع. ولكن هملولة الشالولي الشالولي وصلت الآن وصلت. ملوح ملوح هملولة هملولة ملوح ملوح فعلتها في الأمتار الأخيرة. سلام يا ملوح سلام سلام يا عبيد بن صغير بن إرادة الكتبي تهانينا والناموس من فعلها في الأمتار الأخيرة. المركز الثاني وصلت راهية طالب بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. المركز الثالث 60. المركز الثالث الشاهنية محمد بن راشد بن محمد المنصوري. المركز الرابع هملولة عيسى بن علي بن محمد الشالولي. المركز الخامس وصلت راهية عبد الله بن خليفة بن محمد المرر. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك ملوح عبيد بن صغير بن إرادة الكتبي من أتانا في الأمتار الأخيرة لينتزع السيارة وينتزع هذا الناموس المميز. 9 دقائق 17 ثانية 3 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثاني المركز الثاني راهية طالب بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. 9 دقائق 17 ثانية 7 أجزاء من الثانية. المركز الثالث ثالث المراكز وصلت الشاهنية مع المنصوري بتوقيت زمني 9 دقائق 18 ثانية 8 أجزاء من الثاني بتوقيت الشاهنية محمد بن راشد بن محمد المنصوري. تهانينا والناموس.